السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سودو هذا صاحبي يال مركو ورادي انو عصب تهي جانال كان سبسكرايب نو صار سودو كراتو مقال كا لايك نو صار برنامج كينا مانتي وحو كسابسين يهي عرنتا سديد يا فرتن كساب دميسي كتاقنيد براها بوشلا كارهان تويتر كا ينستغرام كا يكد عضي دل كاسي مرايكن كا سيدا لوضا سعطان عياريان كا عان كا ليونيل ميسي وحو صو صاري أما بقى كل واقعي من صوصار دونه شركة صوصار تاع عبيتان هذا فضل أما وحلو يقنا سوفت درينكن حتى بليون الميسي عبيتان كاسي مركة وصوصار يحيسين تسي ورنا عهيد أيا وحا كدرتي في العلينو متخاني قرحيي سوشيال ميديا قارهان انستغرام كيو تويتر كا ايو تل كاسي مريكن كبقودهان بقى حتى بقارنتن أيا وحا يخصيصا عبيتان أي هوري وصوصارين لابد يوتيوبر مريكن كاي عانكا اللي كان يرادو لوغان بول يو كي اس اي لابدان ويلو دان يرادا وحوري وحي وصو صار صدين شراب شراب كاسي اللي يرادو برايم واسيقون اه سوفت درينك هادبا قودهان بشيدا مرايكن كاكون دول وحا اي ليهين ليونال ميسي وحا اي كوبيي بتان كي لابدا سنين اي هوري وصو صار صدين اي لو يقاني برايم كا ارنتن ايا مركي دود عوري سكادالاتي يدو بدي وقتيدي قدميسي اما ساعدين قدميسي قادي هير اي كسو في العليان لبدي نين شرابك برايم هوري اسو ساري حتى بقى يريان كان ليونال ميسي وحا الوها استو وحا اي تهي انو سوكو بيهي نقشد دي ايو فكرد دي شراب كاسي كو فكرد دا شرابك اي نمان كاسي سو سار سدين وحا وها انو شرابك يهي ميت سوفت درين كان عم عبتان فضو ولو تلقى لي داتك اسبورتس كا اسلا ليونال ميسي اسنا وحا او سوقاتي فكرد دا سي او عبتان كيسا وحا او كردقاي عبتان سوفت درينكنا ولو اح عبيتان فود اي استعمالي كران داتك سبورتس كا قضب كلاباد بحاوي هاي ان عبيتان كان وصوصاري ليونال ميسي قبي هامبا وو اجي هاي اما بشبهو عبيتان كي اي هوري وصوصار سدين لوغان بول يو كي اس اي عبيتان كاسي او لورنج ليد برايم و عبيتان كان لابد نغشروض و سيم سيم سيدا او جدان عبيتان كان و عبيتان كي لوغان بول يو متخان اي كي اس اي اي هوري وصوصار سدين كان كليتنا هو عبيتانكي وميسي سو صاري اما وكو دواقين ودوان سوق سو جرين دونو وحان اللي يراه دا ماس بلاس حتى بس لو جدان لبضن عبيتان مركا لفيريو كفر كودا قاب كيويجيهين اقد اي كجران كيبي هامبا ووح سيم اح او اسكوميت اح وفكرة اللبات يلو هايستو ان وليونال ميسي كحاضي رقاسي حتى بعبسيدي قوين اي قبان رقان محايتاي لبضن ويل اتاني رضا اح sida idin sheegay waa dhalinyaro youtuber ah sidoo kaleeto Logan Paul waa nin boxer ah sidoo kaleeto waa wrestling oo waxa uu ciyaaraa musaaracada dadka ku xiran marka loo eego Instagramka waxa uu malaynayaa midna waxa ku xiran 25 milyan midna 12 milyan mise 7 milyan wax saasa uma dhowa Lionel Messi oo Lionel Messi waa ninka labaad ee marka loo Instagramka adduunkan oo iska dhan ay ku xiran yihiin dadka ugu badan marka laga yimaado Cristiano Ronaldo ليونال ميسي بارتيس انستغرام كاه اه وحا كاقا حيران دي داد كور او دافايا متخاناي شم بقول او مليون يعني وحو كدو يهي لحي بقول او مليون بغاركو ساريها بالدي كرا هل كا لابدا تبويل اسكو دور كودا آني كو حيرناين داد غاريا كونتون مليون او كليا سيدو كلا تودا مركا لدهو يا عانسان او دوني دا دان بابلار كاه اه ووحا نسوسو دوين او ننكن ميل آن لغا غرنين ادونكا مجدو gaar ahaan wadamada Yurub oo da suuq aad u xoogan leh ayuu dad khanaaninkan in muddo ah ka soo shaqeysanayay oo waxa uu ka ciyaarayaan ciyaaraha kooxda Barcelona haddeerna Mareykanka ay dhalinyaradan joogeen buule jooga oo kaga saameyn badan yahay taas markay waxa ay cabsi ku abuurtay nimankan dhalinyarada ah kambanigoodii oo si fiican ku socday oo mad khanaay dhaqaale fiican u soo xireenayay in uu meesha ka saaro marka uu sharaabkaasi soo baxo waana wax iska cad oo qof walba uu mad khanaay halkaasi ka dareemi karo in Lionel Messi abitaankiisu uu suuq weyn durbaba helayo maadaama ay labada sharaabna same yihiin oo wax isku mid yihiin taasi waxay ka dhigan tahay in uu daaqada ka saari doono ama suuqa ka saari doono sharaabkii ama abitaankii ay labada nin ee dhalinyarada ah horey u soo saareen haddaba saacadii u dambeeyay waxaa baraha bulshada haystay oo ka soo falceliyay arrintaasi marka laga tago dadka iyagu sida kala duwan uga falcelinayay mid ka mid a mataqaanaayay raggii lahaa ama soo saaray sharaabka Prime waxaa baraha bulshada qabsaday saacadihii u dambeysay muuqaal ay ka soo muuqdeen labada youtuber ee Mareykanka ah
dimatkan ay lakin yiraahdo speed iyo KSI oo dimatkan ay qayb ka lahaa sharaabka Prime. Ninkan la yiraahdo speed ayaa waxa uu weydiinayaa KSI in ciyaaryahankan Lionel Messi uu koobiyeeyey sharaabkoodii. Markaas buu KSI na wuxuu leeyahay dimatkan ay waxa ay u egtahay inuu ninkan koobi nala dabagalay oo sharaabkaygii uu soo koobiyeeyey. Intaasi kaga maharin ee waxa uu dimatkan ay sidoo kaleeto ka hadlay arrinta u dhaxaysa labada nin ee Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi oo mataqaanay in badan lagu doodayo dunida intii ay labadaas nin sports ka hayeenba keeba goota labada nin ayuu KSI waxa uu iska soo jaray in uu Lionel Messi aanu ahayn goodka ee goodka dhabta u yahay Cristiano Ronaldo. Arrintaasi oo de loo arkayay in uu ka xun yahay ama uu ka naxsan yahay sharaabkii uu soo saaray Lionel Messi. Haddaba intaasi kaga maharin isla KSI waxa uu sidoo kaleeto soo qoray qoraal ahaa It Looks Familiar oo damacnaheedu yahay sharaabkan waxa uu eegyahay de waxaan yacni matqanay sharaabkayga camal, yacni waxa uu eegyahay sharaabkaygii oo sidiisiya. Taasi oo damatqanay ku tusinaysaa sida raggaasi ay waxu yihiin in Lionel Messi uu soo kobiyeeyey sida ay ugu leeyihiin sharaabkoodii. Haddaba saacadii u dambeysay waxaa la hadalhayaa amaba la leeyahay ninka la yiraahdo Logan Paul waxa uu xaqiijiyey in uu dacweyn doono Lionel Messi. Arrintaasi matqanay uu ku dacweyn doono ma ahan wax la hubo oo uu isagu matqanay warbaahin la soo fariistay, balse sida ay wararku leeyihiin waaye ninkaas waxaa laga soo xaqiijiyey in uu dhahay waxaan dacweyn doonaa Lionel Messi. Haddaba haddii hadalkan uu xaqiiq noqdo oo ay raggani dacweeyaan ciyaaryahanka Lionel Messi, sida la soconno adduunka waa ka mamnuuc fikrad qof kale leeyahay ama magac qof kale leeyahay ama ganacsi qof kale leeyahay in aad soo koobiyeyso, gaar ahaan de waddankaasi Maraykanka. Waa wax runtii aad mamnuuc u ah oo aan la ogolayn. Sidoo kaletana haddii lagugu helo mataqaanay kuu keeni kadha dhibaato aad u weyn. Anigu sidaas leeyahay raggani waa iska galgalan doonaan oo keliya, balse kama garheli doonaan Lionel Messi maadaama uu yahay ninka dhaqaale badan, ka sumcad badan oo mataqaanay adduunka oo dhan laga garanayo. Yacni anigu waxaan isleeyahay xitaa haddii ay dacweeyaan oo ay maxkamad la tagaan, waxaa hubaal ah in uu ka guuleysan doono arrintaas, uu kaga guuleysan doono. Bal waxaa arkeynaa saacadaha soo socda arrintaasi meesha ay ku dhammaato iyo meesha laisla gaaro, iyo in wararkan sheegaya inay raggaasi Messi dacweyn doonaan uu noqdo mid xaqiiqa ah. Adiga bal ra'yigaaga nagula wadaaga dhanka faallada, maxay kula tahay yacni markaa sawiradan fiirisid iyo weliba sharaabka inuu isku mid yahay, ma kula tahay inuu Messi da koobiyeeyey sida lagu eedeynayo labada nin?